داخل هذا السوق الخاص بالعصافير بولاية بلعباس والمقصود من كل حدب وصوب يجتمع باعة العصافير، فامتزجت عمليات البيع بنغمات جميلة لأنواع عدة من طيور يفوق سعرها حتى العشرين مليون سنتيم. السوق تاع سيدي بلعباس يجوه من كل ولايات، من معسكر، من وهران، من غيليزام، من مستغاليم، حتى يسحق الحكا حتى 17 مليون 20 مليون، بصح تصدير في الطفره وفي هذه الصوالح. غالي كاين لابير كيما تاع ابيرو يدير 5 ملايين الكوبلا، مالو فيما يدير 5 ملايين. بعت المغلين انا بعت 23 ميل بلافون، بعت 2 ملايين ونص 23 ميل. مغلين ملاح كوبلر شون كوش. التسمية النوع ونغمة العصفور هو الثلاثي المتحكم في السعر، ولن ينسى المربون أن يحدثوك عن نقص الأدوية والمأكولات الخاصة بهذه الطيور. هذا بلبل جزائري تاع البلاد تاعنا، جزائري، وكاين بلبل عراقي. بون كاين المقنين، كاين اللي يقولها المقنين، كاين اللي يقولها الكارغا، كاين اللي يقولها الشاردون، كل واحد استاد كل ولايه وباش تنطق. كاين اللي عندها غنى يقول لك باللي ما نسمعش الزاق، ما نسمعش كاين فيه الديفو، كاين اللي فيه فران. يا خويا انا هذه هوايه وخدمتي اوميمبو، انا مولا هذه الزوج كبر معاه، هوايه وخدمه في زوج في لحظه، فايده ورشقه. حنا الله يخلف على كاين شي جمعيات اللي راهي واصله كيما تاع الجي اوار، يدير راهي يدير لي كونكور في الترك والسيو تاني يديروا تاع وهران، هادو اللي شويه بداو ينموا الزاوج. سينو حنا دروك كيما انا دروك راني قالب بالسوق باش نشري الزاوج، راه عندي في 5 سنين ماكله، ما كانش ديك الماكله. الماكله اللي كانت تدير 15 ميل راه يدير 28 ميل. الهوس وحب هذه الطيور جعل الكثيرين يخصصون لها وقتا وجهدا ومالا وفرا، ليس لشيء إلا للاستمتاع بمعزوفاتها ونغماتها، ولو كلفهم الأمر مبالغا كبيرة، إذ ما ربطناها بنوعية الطائر أو العصفور.